كلام تاني، بس هو موضوع الكوميونيكيشن ده او التواصل موضوع في منتهى الاهميه والخطوره. احنا بنعمه ربنا هنتكلم عن حاجه اسمها التواصل بين افراد الاسره. طبعا احنا اتكلمنا في موضوع كتير مش كده؟ مش بتوين الكابلز بس، بتوين الافراد. هو ده عشان بكره، فهي بتوين الكابلز بس بكره. النهارده بتوين افراد الاسره كلهم. انا اتزنقت شويه في التحضير، فقلت اعملها محاضره واحده بتاعت النهارده وبتاعت بكره. ربنا يسعدك يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. اخباركم ايه الاول؟ كويسين؟ طيب انا عايز حد فيكم يقول لي ايه اهميه التواصل بين الناس؟ طبعا دي الريفرنس اللي بنتكلم منها ودي الاوت لاين. تعالوا نتكلم على اهميه التواصل مبدئيا. نقول ايه هي اهميه التواصل؟ يعني ايه التواصل الاول؟ اي بنتي؟ برافو عليكي. هنشوف بعد شويه ان الجواز عموما والتعاملات بين افراد الاسره بالذات الزوج والزوجه او الاولاد او هي عمليه بروسس، مش حاجه يعني ايه لحظه وبتخلص. عايزين الزوج والزوجه يوصلوا يبقوا واحد خالص في الاخر. دي مش هتحصل الا بيحصل تواصل ايه؟ ايجابي بينهم. ايه تاني؟ انا عايز اسمعكم في الاول، ايه اهميه التواصل او ايه تعريف التواصل؟ ايه رايكم؟ ايه رايك؟ التواصل يعني في صله، صح؟ ان كل واحد يعرف التاني بيفكر ازاي. برافو عليك. التواصل ده هو اللي بيفتح لي مخ وقلب اللي قدامي فاعرفه اكتر. عارفه في مثل غريب خالص كده، هو ايه كمان في سفر الامثال، بيقول ان الاحمق لو سكت الناس ممكن تظن ان هو حكيم. واخد بالك؟ طيب ولو اتكلم هيتاكدوا ان هو احمق. في ناس قالوها بطريقه تانية، قالوا ايه؟ قالوا خير لك ان تصمت فيظن الناس انك جاهل من ان تتكلم فيتحول الظن الى ايه؟ الى يقين. فدايما الكلام هو اللي ايه؟ بيكشف اللي قدامي. بيكشفه. هل انا طب محتاج ان اللي قدامي يتكشف؟ اه طبعا. ما احنا هنتعرف على بعض ازاي وهنقرب لبعض ازاي؟ هل محتاج اعرف ان ولادي وافهم كل اللي جواهم ايه؟ طبعا. فالتواصل ده بيديني عباره عن لمبه كده ادخل جوه ايه؟ جوه مخهم وجوه مشاعرهم. ايه تاني؟ ايوه. الانسان اصلا مخلوق سوشيال. برافو عليك. يعني ادم حس انه وحيد. تمام. يعني السوشياليزيشن دي اصلا جزء اساسي. انتوا عارفين احنا بنتواصل تقريبا قد ايه في يومنا؟ يعني تقريبا غير واحنا نايمين مخنا شغال متواصل؟ لا، بس احنا بنتواصل مع كل اللي حوالينا تقريبا قد ايه في اليوم؟ 90% من وقتنا. ايه تاني؟ ايوه. ايه تاني في اهميه التواصل او تعريف التواصل؟ معنى التواصل ارسال واستقبال. برافو عليك. التواصل ده هو عمليه كونكشن بيني وبين المستقبل او بيني وبين المرسل، مش كده؟ فكون ان يحصل ان انا بقول حاجه بتوصل للي قدامي معنى كده ان احنا متصلين. اي مش بالكلمات بس، بال برافو عليك. في عندنا احنا تقريبا 3 بلوكس للتواصل، وبعدين هنكسر البلوك اللي جوه ده وهنكسر اللي هناك واللي هنا ونلاقي انه في عندنا بتاع 6-7 نقط مهمين. بس هما البلوكات الاساسيه هو ايه؟ ماريان قالت عندنا سندنج، وحد تاني قال عندنا ريسيفنج، وفي النص هاله قالت عندنا ايه؟ الوسيله. ممكن اول واحد يتواصل وهو ساكت، مش كده؟ وممكن اول واحد يتواصل وهو بيتكلم، بس لو بيقول الكلمه وهو بيبتسم تدي معنى، ولو يقولها وهو مكشر تدي ايه؟ معنى تاني خالص. فكنت عايزه بس اقول حاجه. قبل كان عملنا الخطوبه قال لنا كلمه خطوبه جايه من خطبه، وخطبه يعني بيتكلم. ايوه. لما كنتوش تتكلموا وتبقوا اوبن يعني مش تفهموا انتوا تمام. ده طريقه جميله قوي ان الواحد يحط في دماغ الناس ان في تواصل من اول يوم حتى في الخطوبه. ايه تاني؟ انا احب اسمعكم لسه. ايه تاني؟ ايه تاني في التواصل سواء تعريف اهميه خطوره؟ نعرف احتياجات بعض. برافو عليك. الواحد لو ما اتكلمش انا هعرف هو بيحتاج ايه ازاي؟ يعني
يعني هقول ايه بس كتير قوي 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 الناس تتقمص وتزعل وتتضايق حتى لو زوج وزوج خصوصا الزوج يعني يحب يعمل حكايه فلو خد جنب كده وسكت وبيتكلمش وهو عايز يقول لمراته انا زعلان انت ما طبختيش النهارده مثلا او عايز يقول لها ان انا جعان بس هي مش واخده بالها انه جعان هي واخده بالها احيانا يعني سامحوني الواحد هيعرف اللي قدامه محتاج ايه من غير ما يتكلم ازاي اي في يعني هو لو بين الزوجين المفروض ان هما يعني ممكن يفهموا بعض حتى من غير ما يتكلموا برافو عليك دي اللي بيسموها لغه ايه بقى العصبيه لغه العيون لغه مش عارف ايه صدقوني لما بيحصل ان الازواج يبقوا عايشين مع بعض وفي تفاهم بينهم ده بعد فتره صدقوني حتى من غير ما يتفقوا على كود ده هم مجرد ده من غير حتى ما يبصوا لبعض ممكن الواحد يحس باللي قدامه ده لا عايز ايه دلوقتي انت عارفين بعد فتره من العشره بعد فتره من العشره لان بيتولد بينا ايه بقى الالفه اللي تشانل دي بتتعمل طيب مره كنت رايح مع اب اسكو في نزول حد وبعدين قال لي بص لو قلت لك كما اوصاني الاب هكذا افعل حد يعرف بقيه الايه ايه كونوا ننطلق منها وتعرف ان انا عايز امشي. قلت له حاضر سيد فاتفقنا على الكود ده. الزوج والزوجة ممكن يكون بينهم كود. وممكن من غير كلام خالص يفهموا بعض. طب تعالوا عشان ايه ندخل في يعني المرة اللي فاتت انا كنت بدي البري ماريتال فحطيت لهم الصورة دي وبعد الميتنج ناس كتيرة قوي 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 كلمتني على الصورة دي. ايه دي؟ قالوا انه ده لو زوج وزوجة واقفين في ناحيه في حياتهم وعايزين يكملوا مشوار حياتهم الناحيه الثانيه بس في خط صغير قوي 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 محتاجين يعدوا عليه او لو زوج وزوجها واولاد او لو اي اثنين اي اسره في مرحله ترانزيشن ايه رايكم اخطر حاجه محتاجين يعملوها ايه في الحته دي لو واحد فيهم هيشيل الثاني مثلا او لو واحد فيهم يعني هيساعد التاني يعدي محتاجين ايه؟ توازن محتاجين توازن ومحتاجين ايه بقى طول الوقت؟ كومبرومايز ثقة وايه؟ كومبرومايز وايه تاني؟ وحب وايه تاني؟ وهما بيعدوا هتعرف منين ان البتاع هيتكسر؟ الكوميونيكيشن برضه يحتاجوا طول الوقت يكون في كوميونيكيشن في بينهم كومبرومايز ممكن قوي يضطر هو يقلع الجاكيت عشان الجاكيت بتاعها يبقى تقيل شويه. وممكن جدا هي تسيب الشنطه اللي هي ماسكاها في ايديها. كل دي كومبرومايز. بس من غير ما يتفقوا يبقوا شايفين انه في خطوره وطول ما هم معديين كده قاعدين يقولوا يا ربي في مشكله في حاجه في بتاع مش هيعرف يعدي تمام؟ طيب احنا قلنا عندنا في ثلاثه اهم ثلاث حتت في التواصل هم اللي بيبعت واللي بيستقبل وايه؟ وحاجه في النص اسمها الوسيط او الميديم او وات ايفر. طب تعالوا هنعمل ابلكيشن عندها في الاخر بس تعالوا نشوف ايه خطوره التواصل من ضمن الحقائق المهمه قوي اللي احنا بنسال نفسنا عنها وكتير قوي الزوجات خصوصا في بدايه الحياه الزوجيه تقعد تسال نفسها تقول ايه؟ تقول يا ترى هو فاهمني ولا مش فاهمني؟ مش كده؟ يا ترى انا فاهماه ولا مش فاهماه يا ترى ينفع اقول له الكلام اللي انا هقوله له ده ولا ما ينفعش طب يا ترى لو عايز اقول له الكلام ده ايه احسن وسيله ان انا اقوله بيها كل ده يساعد في ايه بقى حاجه اسمها فن التواصل اوكي من ضمن الحاجات الجميله قوي ان احنا قالوا يعني التواصل ده بيدي زي بوابه كده تدخل جوه ذهن الانسان فيفهم بصوا كده الصورة دي، الصورة دي جميلة قوي. ممكن أول واحد يقول كلمة بس الكلمة ديت التاني ترجمها بمعنى تاني خالص. ترجع لطريقة التواصل. البنوتة اللي قاعدة ديت قاعدين ياكلوا مع بعض، هي شكلها بتاكل سوب وهو بياكل فرايز. فأكيد مخطوبين. فهي بتقول له إيه؟ ريحة الفرايز اللي أنت بتاكلها دي جميلة قوي. الرسالة وصلت له إيه بقى؟ عينها في الفرايز بتاعتي مش كده؟ طيب ممكن رسالة توصل إيه تاني؟ إيه؟ عايز
ممكن بتقول له انجوي يور ميل، مش كده؟ بتحب اللي هو بيحبه، او هي بتحب اللي هو بيحبه، او واحده تاني بدل ما تقول له انت مش هتبطل فرايز هتتخن، لا دي بتقول له الفرايز بتاعتك فرش، انت اكيد اكيد بتحب البطاطس دي لانها ريحتها جميله. بس هو الرساله وصلته ايه؟ عايز تاخد البطاطس بتاعتي، مش كده؟ او هي عايزه حته يعني، او عايز تقول له انت اخترت مطعم بيعمل فرايز كله، تمام يعني اكل كله. بيقولوا بقى بتوع الناس بتوع المشاكل الاسريه بيقولوا ايه؟ بيقولوا كتير قوي 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 الزوجه تقول حاجات وتوصل غلط للزوج. فهم مثلا يعني كنت قاعد اقرا النهارده مثلا حاطين 20 مثال مثلا، انا اخترت منهم اثنين بس هقوله لكم. يعني ممكن الزوجه تقول لجوزها ايه؟ انا تعبت وعايزه اجازه. هو يفهمها ازاي؟ اجازه من الحياه الزوجيه، اجازه من الحياه بالظبط كده. هو يفهمها انا مش طايقاك خلاص، سيب لي سبيس. على الرغم ان هي ممكن تكون تعبت وعايزه اجازه من ايه؟ مش شغل، من الحياه عموما. يعني في ضغوط، عايزه اجازه معاك، بروح احنا الاثنين اجازه. طيب ايه؟ او عايزه يساعدها. هي المواعيد دي ما اتعملتش ليه النهارده مثلا؟ طيب من ضمن الامثله الثانيه اللي كانوا كاتبين يقولوا مثلا ممكن زوج وزوجه معديين كده، بس انا ديت بصراحه حاطة عليها علامه استفهام مش مصدقها قوي يعني. فتقول له الله الفستان ده جميل قوي ويكون ثمنه 2000 دولار مثلا. دايما الزوج يفهم الرساله دي معناها ايه؟ اشتريهولي. طب وهي الزوجه بتبقى قصدها تقول ايه؟ شكله اشتريهولي برضه. هي دي بصراحه اللي انا حطيت عليها علامه استفهام. اخده لفه وارجعه. طيب ده هيعتمد يعتمد على ايه بقى؟ اشتريهولي، بس يعتمد على ايه؟ على التواصل بينهم. هي دايما بقى هما بيقولوا ان دايما الراجل هو اللي بيفهم غلط، ما عشان القعده معظمها ستات فده لازم. ودايما يقولوا ان الراجل مش هيخليكي تحتاجي اجتماع ده تاني. الستات دايما نيتها سليمه، اه بريئه وبتحبها على ذمها. ايوه لا هو غالبا الستات ما بيبقوش فيري كلير، ممكن ويعني الراجل بيبقى حابب ستريت فورورد الحاجه. برافو عليك. هي ممكن تقعد حواليها كده عايزاه يفهم لوحده. اه هي احياء، ودي هتيجي دلوقتي، هتيجي دلوقتي من ضمن مشاكل التواصل، هتيجي دلوقتي. برافو عليك. احيانا الست، وانا هقول ليه برضو، الست دايما دايما مرتبطه بالخجل شويه، فدايما الست تبقى نفسها ان الراجل يفهم من غير ما تقول. طب خليها خجل دلوقتي يعني بعد 27 سنه. فدايما تبقى نفسها ان الراجل يفهم من غير ما هي تقول، ودايما عندها الاسامبشنز. اسامبشنز يعني ايه؟ مش محتاج اقول، فرض. صح، فرض ان هو، ودايما دايما مفترضه ان جوزها ده سام هاو، فربنا مديله قدره انه يقرا كل اللي في دماغها من غير ما هي تتكلم اصلا. ايه؟ حكيم روحاني. لا بس هي، انا بتكلم جد. لا بس هي في حاجه، هي ممكن يكون الحدث ده حصل كذا، يعني كذا مره متكرر، فالمفروض هي تكون يمكن فاهمه ان هو هيفهم خلاص. الموضوع ده حصل مليون مره قبل كده برضه نفس الموضوع، هو ما بيفهمش، فمفيش حد فينا هي. نرجع تاني. طيب نرجع تاني. هنقول ايه؟ نقول ان الجواز عباره عن بروسيس احنا بنوصل فيها. بنيجي في الكنيسه كده، شايفين القلبين دول متداخلين مع بعض ازاي؟ الكنيسه بتعمل ايه؟ فين القلب اللي فيه الخوف؟ عشان يبقى بازل ده، ما هم داخلين في بعض، هم قلبين ماسكين في بعض. الكنيسه يوم ما بتيجي تجوز واحد واحده بيعملوا ايه؟ بنحط الدبله نصها في الصباع كده ونقول لكل واحد فيهم يزق الدبله لغايه جوه. عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول احنا ابتدينا البروسس، بس انتوا ايه؟ اهو بالظبط من ضمن البروسيس ان احنا بنقول يصير الاسنان ايه؟ الروح القدس بيلحمهم في بعض في الاول. يا ترى ايه اللي هيخلي المساحه دي تزيد والاثنين في الاخر يصيروا واحد؟ التواصل بقى السليم. طب يا ترى ايه اللي ممكن يدمر الوصله دي؟ برضه التواصل الغلط. اصل بيني وبينكم بقى يعني هقول لكم بصراحه كده، هي مش 90% احنا بنتواصل، احنا 100% بنتواصل، بس احيانا
بنتواصل بطريقه غلط واحيانا بتكون صح. ترجع ليه؟ ترجع لحاجات كتير قوي هنتكلم عنها دلوقتي. احنا بنقول لهم في الاول برضو عايزين واحد فوق اهو، معلش احنا حطينا الست تحت، معلش بس ده معناها ان هو اللي خفيف فطار عشان بس ما حدش يعلق يعني. وعايزين هما الاثنين في الاخر يوصلوا ايه؟ يبقوا واحد، مش كده؟ معناها هو لازم ينزل. ايه؟ هو لازم ينزل. هو اللي لازم ينزل طبعا، لازم ينزل ويرفع ويشيل. ابونا حتى نزله هو الاول بعدين طلعها. طبعا. نرجع تاني، شايفين الولد والبنت دول؟ دول بقى احنا هنعمل عليهم حاجات كتيره قوي دلوقتي. كان في ابلكيشن بس مش هنقدر نعمله دلوقتي، لكن هقول لكم ايتين ثلاثه عن التواصل يعني. بيقول كده انه الكلام بتاع النمام بيعمل يعني بيعمل مشاكل يعني، وبيقول ان الاجابه الهاديه تصرف الغضب. هو ده ابلكيشن بس مش هنعمله. طيب وفي ايه ثالثه تقول ايه؟ كلامك تتبرر وكلامك تدان، الموت والحياه بيد اللسان. احنا هنبتدي كده ونقول ايه؟ عندنا الراجل والست طول الوقت بيتواصلوا مع بعض، مش كده؟ بص التواصل ممكن يوديهم فين؟ احنا اصلا عايزينهم يبقوا ايه؟ مع بعض، بس ممكن التواصل يعمل ايه؟ بس التواصل هنا اسمه تواصل ايه بقى؟ خوف سلبي. برافو عليك. طيب هل هو ده اللي احنا عايزينه؟ لا، احنا عايزين التواصل يوصلهم ان هم يكونوا ايه في الاخر؟ واحد. ان هو يختفي وهي اللي تظهر. هو يختفي وهي اللي تظهر، مفيش مشكله، مفيهاش حاجه صدقيني. ترجم الصور ده التواصل الايجابي، ده هو دايما يختفي وهي دايما ايه تظهر عشان نرقص. طيب تعالوا نرجع تاني ونبتدي نتكلم على حاجه اسمها ايه هم عناصر التواصل. هو سامحوني يعني، انا قاعد اقول التواصل الايجابي والتواصل. هو الواحد ممكن يتجوز واحده ويكون حاطط في دماغه يا ترى ان انا ازاي اعكنن عليها طول اليوم، او هي مثلا تكون متجوزاه وحاسه انه انا الراجل ده لازم اطلع عينه طول الوقت؟ ما بيبقاش كده. امال بيبقى ايه بقى؟ حاجه لوحدها ربنا بيسمح وبتحصل، مش كده؟ طيب بيبقى ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ اذا جينا نتكلم على التواصل بالذات، انا هبتدي اقول لكم تعالوا نكسر التواصل ده لكل عناصره فنعرف المشكله جايه منين. تمام؟ تعالوا نبص كده. احنا قلنا ان واحد فيهم بيبعت سيجنال والتاني بيستقبلها، وده بيبعت وده بيستقبل. طول الوقت التواصل شغال بين الايه؟ بين الاثنين. في النص في منهم وسيله. حد يقول لي وسيله للتواصل؟ يعني ممكن واحد يبعت رساله ازاي؟ مثلا بالكلام، بالبق. ممكن ازاي كمان؟ بالكتابه، بالتكست، بالايميل، تعبيرات الوش. ممكن ازاي كمان؟ عن طريق حد. برافو عليك، عن طريق حد تاني. ممكن عن طريق واحد تاني، واحد تالت. ممكن. ده مش حلو، بس هو ده اللي بيحصل. حلو في الجواز حكايه حد تاني. ايوه ايوه، ما انا مش بقول ده حلو. طيب ممكن ازاي كمان؟ طيب هو ايه تاني عوامل التواصل؟ هنلاقي هنا ان عندنا كل واحد فيهم له الفلتر بتاعه. الفلتر ده بيخلي السيجنال وهي جايه يا تقوى قوي يا تضعف قوي يا تتعكس لاي اتجاه. كل واحد عنده ايه؟ فلتر. هنشوف الفلتر ده جاي منين. طيب وكل واحد عنده ايه كمان؟ عنده ديكشنري. ديكشنري ده اللي هو ايه؟ كل واحد عنده قاموس. كل واحد عارف الكلمة دي معناها ايه عندي. ممكن قوي 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 تكون الكلمة هي كلمة كويسة، بس أنا بالنسبة لي الكلمة دي كلمة ايه؟ مش كويس؟ مثلا ايه؟ صح؟ ما انا اقصد ايه؟ ممكن واحد مثلا يقول لمراته انا بحبك قوي. دي كلمه كويسه ولا وحشه؟ كويسه. هي ممكن تفهمها ازاي بحبك قوي دي؟ شكله عايز حاجه. ممكن شكله عايز حاجه، ممكن ايه كمان؟ بيغير عليا جدا، خانقني. مش كده؟ عايز يستفرغ بيا ومش عايز حد يتكلم معايا. ممكن تتفهم ازاي تاني؟ ممكن تتفهم ازاي تاني بحبك قوي دي؟
يعني انا ما بحبكش؟ لا ما كل واحد والديكشنري بتاعه. ايوه حلو. او ممكن كلمه مثلا اتاخرت ليه او اتاخرت ليه. اي ده ممكن تدي مفهوم ممكن بتستفزني انت فين طبعا. كل واحد عنده الايه بقى الديكشنري بتاعه. احنا يا ترى كل واحد فينا تيبيكال زي التاني بالظبط؟ لا طبعا. اللي مولود في حته غير اللي مولود في حته ثانيه، واللي متربي في اسره غير في اسره ثانيه. ده الديكشنري ده مش لازم كلامه بس، ده ممكن قوي. انا اتربيت في بيت مثلا عندنا اولاد وبنات في البيت، لو واحد اتربى في بيت ثاني كلهم ولاد بس ما عرفش يتعامل ازاي مع بنات. تمام. طب لو واحده جت تقول لجوزها مثلا ايه، انا كنت بنت واحده على اربع خمس رجاله ولاد اخواتي، هو يفهمها ازاي دي؟ مدلعه. ايه ممكن يفهمها انها مدلعه، وممكن هي عايزه تقول له ايه، انا فهمت كويس قوي ان انا كان عندي خمسه بتعامل معاها. فكل واحد ايه بقى بيسموها المعنى في بطن مين؟ شاعر. هي كده. فكل واحد في الحته دي شاعر وبيغني على التاني. تمام. اوكي. فطول الوقت عندما هو بيبعت سيجنال هي بتستقبلها. ده ممكن بقى احنا اتفقنا على التعريف واتفقنا الكلمه دي معناها ايه، لغينا الفلاتر بتاعتنا، بس انا بقول الكلمه اللي هي فاهمها كويس قوي قوي قوي، بس وانا بقولها مفيش مشاعر في الكلام، او في مشاعر مش مظبوطه، او ممكن انا بقول ومشاعري مظبوطه والكلام جميل ومفيش فلاتر ومفيش حاجه، بس هي النهارده مشاعرها ايه مش مظبوطه بقى. فاصبح عندنا قبل ما اقول طيب كام عامل هنا، كام حته بتخلي الرساله يا توصل سليمه يا توصل بايظه يا توصل معوجه يا توصل كام حاجه، حد يقول لي بقى ايه بقى؟ سبع ثمان حاجات. ايه بقى؟ الباك جراوند بتاع كل واحد، دي اللي احنا سميناها الفلتر. ايه تاني؟ الوقت. التوقيت ده يدخل فين التوقيت هنا؟ في الميديوم برضه. طب ايه تاني؟ المود. المشاعر. انا النهارده عامل ازاي؟ ايه تاني؟ البادي لانجوج. ايه تاني؟ حسب الموقف. برافو عليك. ايه تاني؟ الطريقه اللي بتتقال بيها. ايه تاني؟ اما دي البادي لانجوج. لا وكمان والطريقه، صوت الكلمه علوه شكله عامل ازاي؟ التون اوف فويس. ايه تاني؟ شوفوا كم حاجه احنا قلناها. برضو ينفع اقول الخبره بينا وبين بعض، ما انا فاهم هو لما قال الكلمه دي قصده ايه. احنا احيانا في وسط الكلام نقول كلمه شكلها حلو قوي 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 قوي، بس انا وشريك حياتي بس اللي نفهم الكلمه دي معناها ايه، وانا قصدي اقولها عشان ادوس على ايه بقى، على النيرف. بتحصل دي؟ بتحصل دي. ترجع فين هنا؟ ترجع للديكشنري، ترجع للفلتر، ترجع لكل حاجه. تمام. ايوه. طب موضوع كوميونيكيشن مع الولاد بقى، الولاد بقى يا ترى كل ده نفس ينطبق على الولاد؟ طبعا. الميديوم اللي انا بتكلم فيه، انا لما بكلم ولادي واجي اقول لابني مثلا، انا بقول له مثلا شوف صاحبك جايب كام في الامتحان. انا بالنسبه لي الكلمه دي قصدي اعمل ايه؟ اشجعه. هو الديكشنري بتاعه يقراها ازاي؟ ماما بتقول لي انت فاشل او بحطم. بتعملوا كومباريزون. بابا بيقول للولد او للبنت، حبيبتي ما تنسيش عندنا تريد ميل تحت في البيت وبيلعب عليها شويه. يبقى بابا بيقول لها ايه؟ هو قصده عايز يقول لها اكسرسايز شويه، انت بتتعبي خالص في القعده في المذاكره. ممكن هي تفهمها ان بابا بيقول لي انت تخينه. تمام؟ الاصعب مع الولاد ان هي وان ويج، يعني انا اللي لازم اوصل له، لكن الادلت الاثنين بيحاولوا يوصلوا لبعض. طبعا. وهنشوف دلوقتي حلول ليها كتير. طيب انا عايز اقول لابني بحبك قوي 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 قوي. ممكن اقول له انا بحبك يا حبيبي قوي قوي قوي. هيفهمها بحبك قوي؟ طبعا. ايه المشكله؟ طب انا مثلا جبت له هديه، ممكن يفهم انها ان انا بحبه؟ ممكن. وممكن يفهم انها ان انا ايه؟ بعتذر له على حاجه انا عملتها غلط. وممكن يفهم انها ان انا بعمل له سبويل. وممكن يفهم انها ان انا عايز اخده في صفي
في حاجه تانية. وممكن يفهم انها ان انا ده بديله داون بيمنت عشان عايزه بعد كده يعمل لي حاجه. ايه ده؟ ايه ده؟ حسب السن. هم الاولاد فعلا عندهم كل التفسير دي طبعا طبعا. انت عارفه بتبان من ايه؟ بتبان من ايه بقى؟ من رد الفعل. بتبان ايه؟ من رد الفعل بتاعه. اول حاجه رد الفعل يبين لك على طول الرساله وصلت ازاي. العيل مش هيعرف يخفي. طب هو على طول بيبقى فرحان باللعبه. ماشي. بداية يعني. ما هو صح. بس عارفه تعتمد على ايه بقى؟ الاكسبيرينس. الاكسبيرينس. برافو عليك. بابا وماما زعلانين مع بعض النهارده مثلا يعني. وانا رح واخد الاولاد مروقهم ايس كريم ومروقهم حاجه. واخده بالك؟ هما الاولاد يعني بيضحك عليهم فاهمين ان بابا عايز ماما عايز الاولاد يجوا في صفه ضد ماما مثلا. بيحصل؟ بس الكلام ده لو انا فعلا بحيزهم في الوسط. حتى لو ما بيحيزهمش واحنا عندنا هنا في ايه بقى؟ فلاتر وديكشنري و او ممكن بخرجهم منهم. اه يبقى محتاجين بقى هنا ايه؟ تيجي بقى في حته ثاني بقى. بس هي تيجي دلوقتي. محتاجين ايه طول الوقت؟ نتكلم كلاريفيكيشن. عايزين نغير جو مثلا. ممكن قوي. ايه المشكله؟ ايوه. احنا ممكن يتقال ان صحيح انتوا شفتوا ان في كونفليكت ما بين بابا وماما بس احنا برضو بنحب بعض. برافو عليكم. واحنا حاسين ازاي ما انتوا ستريست من الموضوع ده تعالوا نخرج شويه شيلوا نفس. دي تفرق خالص ان انا اسيبه هو يواندر جوه دماغه يا ترى هي بتعمل كده ليه؟ لو في كونفليكت ما بين البيرنتس المفروض ما يبانش والاثنين لو العيال شافتوا الاثنين ياخدوهم وياكلوهم. ابسولوتلي. انا بس عايز اقول ايه احيانا احنا بنفكر بطريقه وبنبقى متخيلين ان الصوره بتوصل زي ما احنا فاهمين. نرجع تاني يا ترى عندنا كام طريقه للتواصل؟ عندنا يمكن اربع طرق باينين قوي في التواصل مش هنتكلم عليهم باستفاضه يعني. لكن تعالوا نتكلم على كل واحد فينا عنده ريسيفنج وعنده سيرفنج وعنده فلتر. طيب ما بنروح كده ناخدهم واحد واحد. كل واحد سواء اللي بيبعت الرساله او اللي بيستقبلها بيبقى الدكشنري بتاعه مبني على الخبره مبني على المعرفه مبني على الباك جراوند. احكي لكم حكايه شخصيه. مره لا مالهاش دعوه بالتصوير عشان حته الخبره دي. مره كنا قاعدين كده في الجامعه وبعدين كان عندي كيس المفروض انا بعمل لها برزنتيشن يعني. فانا بقدم البرزنتيشن بتاعتي بقول الكيس دي حالتها كده وسببها كده وتحليلها كده وعلاجها هيبقى كده. فكانت رئيسه القسم قاعده هي وحد دكتور تاني. فهم قالوا لي طب انت ليه ما فكرتش في كذا 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 طريقه ثانيه؟ قلت لهم لا انا فكرت في الطريقه دي عشان انا عارف الباك جراوند شكلها ايه والكالتشر شكله ايه ومش عارف ايه وبتاع. وخلاص انا بالنسبه لي الموضوع انتهى. هم بالنسبه لهم خدوها بقى فيري اوفنسيف. وبعدين احنا متصلين بيا ممكن تيجي تقابلنا؟ فرحت قابلتهم. فقالوا لي لما بنقعد ندسكاس الكيس لما نقول لك يعني ليه ما فكرتش في حاجه ثانيه بيبقى قصدنا ان الحاجه الثانيه دي احسن. ما بنبقاش مستنيين ان حد يقول لا انا عملت كده عشان كده 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 كده. فقلت لهم لا بس انا لما كنت مهندس زمان وكنا نقعد نعمل ديزاين فلما حد يقول لي طب انت عملت ده ليه؟ في حاجه اسمها الديفنس اوف ديزاين. فلازم اقول عملت كذا 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 ولو انا واثق اللي عملته هو الصح لازم اقول اللي عملته هو الصح. مجرد ما قلت لهم كده قال لي خلاص احنا كده وي اندرستاند. طب يعني ايه؟ قال لا اصل احنا مش متعودين ان حد يقول هو ليه عمل كده. ايه ده؟ ده يرجع للخبره. انا طريقه خبرتي في الحياه انه في حاجه اسمها تصميم والواحد يدافع عن التصميم بتاعه ويثبت هو عمل كده ليه. هم بالنسبه لهم لا الموضوع مش كده خالص. ايه ده؟ طب لو ما كانوش قالوا لي تعالى قول لنا انت عملت كده ليه؟ كانوا دول زعلانين. وانا بالنسبه لي كنت هفهم ان هم ايه؟ مبسوطين جدا. مش كده؟ برضه ما قلتلهمش الباك جراوند بتاعتك ما كانوش فاهم. اه طبعا. فترجع تاني ايه بقى؟ دي هتيجي بعد شويه حاجه اسمها كلاريفيكيشن. طيب نرجع تاني. من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل الفلتر يا يعني اما المشاعر البرسبشن. انا بالنسبه لي متخيل المفروض يحصل حاجه. الاتيتيود
الهيدن اجندة احيانا، الذات احيانا، الديفنسيف والنوتلس. طيب تعالوا نبص ايه المعوقات اللي تخلي التواصل بين الزوج والزوجه او بين الزوج والولاد او الزوجه والولاد، المعوقات اللي تخلي الصوره ما توصلش سليمه. يعني ايه المعوقات من رايكم؟ يعني احنا بنتكلم بنقول انا ببعت رساله اللي قدامي يستقبل، ايه المعوق اللي يخلي الصوره توصل عكس اصلا اللي انا عايز اقوله؟ مفيش حاجه. ايوه دي الوقت انا ممكن ما عنديش وقت اصلا نتكلم، فيعني بكلمها بطلع اللحمه من الثلاجه واعمل هو يفهمها ايه بقى؟ اوامر وهي تفهمها المفروض ايه؟ انا عايزاكم تاكلوا لحمه النهارده، احنا بعد يومين هنصوم والمفروض ناكل لحمه عشان عدل الصيام. لا هو بقى بيفهم ان هي اوامر. ايوه انا شغال عندك. طب حتى قول لي صباح الخير ازيك، مش واخد باله بقى ان هي ايه؟ مطحونه يعني في الشغل مثلا او حاجه. ايه تاني؟ مفيش ليسنينج. هنشوف دلوقتي من ضمن التولز الرهيبه اللي تخلي التواصل مهم قوي 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 قوي، ليسنينج. وهنشوف ان ليسنينج ده مش مجرد يعني مش مجرد ان انا اسمع وخلاص، حتى ما كاتبها بقول ليسنينج نوت جاست هيرينج. هو ايه الفرق بين الاثنين؟ اكتف ليسنينج، اتنتف كمان، اكتف واتنتف. طيب ايه تاني؟ ايوه التمسك بالراي. برافو عليك. انا اصلا جاي هي ماي واي ولا ذا هاي واي زي ما بنقولها؟ ايه ده التمسك بالراي؟ انا جاي اوريدي ما عنديش استعداد ان احنا نتناقش، هو انت بتكلمي مين اصلا؟ شوفي طولك وشوفي طولي، يعني الحاجات دي مش كده؟ نعمل الموضوع ده خصوصا مع الولاد اكتر. مع الولاد بنبقى بنتكلم واحنا اوريدي حاطين في دماغنا حاجه، ميد اب اور مايند. طبعا عشان حاطين في دماغنا ان احنا عندنا خبره وهما ما عندهمش خبره. طبعا واحيانا بيبقى فعلا احنا عندنا خبره مش موجوده عندهم، بس مش دي الدخله اللي ندخل بيها عليهم. لا بس احيانا بيبقوا الولاد صح، واحنا علشان عندنا البرسبشن بتاع ان احنا صح طبعا ما عندهمش الخبره زينا، بنضغط عليهم وبنخليهم طبعا اوقات بنعمل كده فعلا. ايه تاني؟ طيب ايه تاني المعوقات اللي تخلي الرساله توصل سليمه؟ ايه تاني؟ ايوه الخبرات الغلط. برافو عليكي. احنا عارفين اللي يتلسع من الشوربه احنا دايما منسوعين من الشوربه، او دايما خايفين نتلسع من الشوربه فطول الوقت ما بنجيبش زبادي في البيت، مش عندناش زبادي اصلا. ايه تاني؟ قولي يا بنتي. طبعا حته مفيش تراست ده، انا لو يعني سامحوني انا لو اللي قدامي انا مش بثق فيه، ده لو جه قال لي كلام ربنا هقول انت فاهم كلام ربنا غلط. تمام؟ فانا حاططهم لكم هنا. بيقول هنا من الايات الجميله قوي اللي بتقول الاحمق لا يجد متعه في الفهم بل في اعطاء الراي فقط. طيب من يجيب عن سؤال قبل ان يسمعه فهو احمق. اللي هو ايه؟ تلاقي الواحد قبل حتى ما اللي قدامه يتكلم تك تك تك، يا عم طب اسمع ما يمكن هقول حاجه ثانيه. لا هو ابو ايه وصيه الانجيل هنا؟ الانجيل بيقول ليكن كل انسان مسرع في الاستماع، مبطئ في التكلم، ومبطئ في الغضب. من ضمن التدريبات الحلوه قوي اللي احيانا نقولها لبعض الناس نقول لهم ايه رايكم وانتوا قاعدين تتكلموا؟ كل واحد يقول رايه، وكل واحد يتكلم، وكل واحد وهو بيتكلم كلنا نسمع. درجة مرة قالوا احنا ممكن نجيب الريموت بتاع التلفزيون مثلا ونقول يا ترى اللي هيتكلم هو اللي يمسك الريموت، واللي ماسك الريموت ده يتكلم. بعد ما يخلص كلامه يدي الريموت للي جنبه واللي جنبه اللي يتكلم. لو احنا عايزين ننظمها اكتر اكتر اكتر، كل واحد فينا يسمح للي قدامه ان هو يتكلم. وقبل ما نرد نفكر. كلنا بنجامب ان احنا نرد. صح؟ كلنا دي طبيعة فينا. واحيانا كمان لو فهم حاجة غلط يقول قصدك ايه عشان يفهم. برافو عليكي. انا ممكن قوي لو انا هفترض ان انا اقبل ان افهم حاجة غلط، اذا ما كنتش فاهم ما انا بقولك اسأل يا ترى قصدك ايه؟ طيب نرجع تاني. طب ممكن تصورنا نقول ان في النقطة دي بالنسبة للولاد، لو انا جادجمنت على الولاد مش هيقول يحكوا لي. تمام. برافو عليكي. انا عايز اقول لكم طيب بسرعه كده التولز. طيب
احنا قلنا ان احنا عندنا مشاكل في الديكشنري، القاموس بتاع كل واحد مختلف. ايه التول اللي تساعد ان احنا يبقى عندنا ديكشنري واحد؟ ان كل واحد يتكلم عن ايه؟ عن ايه بقى؟ برافو عليكي. عارفين الواحد، ودي حاجه احنا مش طالعينها كمصريين يعني، عن نفسه. ممكن الواحد يبقى قاعد مره مثلا جابوا لي طفل كده بس ايه يعني محدش عارف يفهم منه حاجه ولا يتكلم معايا ولا 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 ولا، فربنا سمح ان هو جه قعد معايا، فانا عايز ابتدي اخليه يبتدي الكلام. فقلت له ايه رايك، انا اسمي كذا وهو عارف اسمي، وكنت بشتغل كذا ودلوقتي بعمل كذا وعندي تصوير مراتي كذا وعندي بنت وولد ومش عارف ايه وبتاع وعندي كذا سنه ومش عارف ايه، والنهارده الصبح صليت القداس وكده. كلمني بقى عن نفسك. ايه ده؟ ما انا لما ابتديت اتكلم عن نفسي ساعدته ان هو يعرف ممكن يتكلم في ايه، وساعدته ان هو مش عيب انه يتكلم عن نفسه، وحسسته ان الكلام عن النفس لا هو عيب ولا هو حرام ولا خطيه. لا بس طبعا من غير ما الواحد يكون بيتكلم عن نفسه بصوره ايه؟ الكبرياء. طب انا مع مراتي هل يا ترى اتحلى بالتواضع وما اجيبلهاش سيره نفسي ولا حياتي ولا طفولتي ولا 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 ولا؟ طب ما هتعرفني ازاي؟ لازم نتعرف. يا ترى في الاحسن ان احنا نبتدي دي قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ قبل الجواز بكتير، ده في بدايه الخطوبه. طب يا ترى لو احنا جايين من مصر واولادنا هنا مولودين هنا ولا 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 ولا، هل ينفع ان من وقت تاني؟ على فكره احنا بنفكر بالطريقه دي عشان عندنا في مصر لما كنا عايشين في مصر بيحصل كذا وكذا وكذا، ودي الطريقه ينفع بالنسبه يكون الاولاد بتهيالي كل لو واحد اتكلم مع دي هم صغيرين قوي كل ما هيحصل تواصل من هم صغيرين يعني مش نجيب انستراكشنز نو 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 لا يبقى في لغه حوار حتى هم عندهم طبعا سنتين او انا اقصد احيانا يعني هفهمها لك يعني بتبقى كل مرحله ليها ظروف. مثلا النهارده الاولاد رايحين الجامعه، ففي الجامعه بيتعرضوا مثلا لامور كتيره قوي، فانت ممكن تقولي طب خد بالك من كذا ومن كذا ومن كذا، يقول لك انتوا ليه بتتكلموا كده؟ معلش يا حبيبي احنا خبرتنا بقى يا ابونا من زمان طبعا سهل ان هم يسمعوا وهم كبار طبعا يعني بس في سن انه بس لو في ريليشن هيجوا هم يسالوا. ما نرجع تاني نرجع تاني، يا ترى كل سن كل سن له التحدي بتاعه وكل سن له الاهتمام بتاعه. يعني انا مثلا ما اجيبش عيل صغير كده اقول له على فكره حبيبي احنا في مصر حصل لنا بيرسكيوشن وتعذبنا والكنائس اتحرقت ولا، مش هيفهم دي. لكن ممكن لما يكبر شويه اقول له على فكره احنا في مصر حصل كذا وكذا 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 وكذا، تمام؟ فينفع نقول دي بس كل حاجه في ايه بقى؟ وقتها. طيب دي بيسموها ان الواحد يقول ايه اللي جواه. طب من ضمن الادوات الثانيه يمكن حد قالها من شويه حاجه اسمها ايه بقى؟ ان كل واحد يسمع اكتر ما يتكلم، يسمع الكلام اللي اتقال ويسمع الكلام اللي ايه؟ اللي ما اتقالش، واللي ما اتقالش اهم من اللي اتقال. حد عنده طيب مثلا يقوله لنا؟ ينفع في كلام يكون ما اتقالش؟ ينفع. ممكن قوي قوي حصل بينا موقف امبارح والنهارده قاعدين مقموسين احنا الاثنين، او انا وبنتي انا وابني، ومحدش فينا عايز يفتح الموضوع. بيسموه ذا إليفنت إن ذا روم. او كان في مثلا حد متوقع حاجه ما حصلتش، كنا متفقين هنطلع رحله وبعدين مثلا يعني فجاه الرحله اتلغت، قاعدين كلنا مقموسين بس محدش بيتكلم في الموضوع. او فجاه جوزي فجاه كان امبارح اسمه فلان النهارده بقى قسيس ابونا، فجاه كده محدش بيتكلم فنتكلم في الموضوع. يعني اقصد ايه؟ في كلام بيتقال وفي كلام ايه؟ في حرب ان هو يتقال. لا نسمع ده ونسمع ده. تمام؟ طيب نسمع تمام؟ بس اقصد ده مهم قوي في التواصل ان احنا نكون سامعين. يعني في امثله؟ قول. ممكن نقول يعني كناس اللي متجوزين قديمهم سنين طويله والاولادهم كبروا
هل ده ممكن حد يقولك خلاص it's too late يعني ده احنا الناس بتستنى ان هي يحصل لها retirement عشان يقضوا اكتر وقت مع بعض يتكلموا مع بعض شوفي retirement يعني اقصد ايه اقصد التواصل ده عمره ما بيخلص الوقت اللي فات مننا في الحياة لا انا نقضيه بعد كده في تواصل طب نرجع تاني هو كمان ممكن يقصد لنا لو كنا على الولاد ممكن يقول ما ينفعش اروح لابن هو بيلعب جيم ولا بنتي هي مثلا مشغوله بحاجه على الموبايل وكلمها حاجه هي مش هتسمعني اصلا طبعا فبختار التوقيت طبعا عشان هي تقدر تسمع لي كده برافو عليك هاتي لي دلوقتي طيب نرجع تاني ايه تاني من التواصل في حاجه اسمها بقى empathic presence ايه empathic presence ده ان الواحد يكون قاعد يسمع بالعربي كده اسمها بكل جوارحه كل جوارحه دي هي ايه بتركيز يعني الواحد هو بيتكلم مفيش مانع ابدا ان يكون فيه رد فعل الكلام احس قدامي ان انا سمعت وفهمت واحده مثلا جايه تقول لجوزها تصدق النهارده حصل كذا كذا في الشغل ممكن واحد يرد عليها ويقول لها ما انت تستاهلي انا قلت لك انت ما تسمعيش الكلام وممكن واحد تاني يقول لها ايه طب عملتي ايه مش كده طب وعملتي ايه ديت بالطريقه ديت تحسسها ان هو ملهوف عليها ده اسمه empathic او ممكن واحد يقول لها يا خبر ابيض طب وبعدين ممكن واحد يقول لها لو الشغل ده هيتعبك ويضايقك ما يهمناش الشغل ممكن واحد تاني يقول لها ايه بقول لك ايه ما تقعديش تلف وتدوري احنا عندنا مورجج قد كده لازم تروح الشغل غصب عنك ابلعي بقى وخلصي واعملي ففي حاجة اسمها الامباثيك بريزنس وفي حاجة اسمها نون امباثيك ايه بريزنس بطريقة ده اللي اسمه بقى ايه اللي هو بارافريز الواحد وهو بيتكلم لما هي تقول لي انا النهاردة حصل معايا مشكلة في الشغل يا خبر ابيض مشكلة في الشغل دي مع الاولاد تنفع قوي طب ومع الكبار مع الكبار يقول لها طب وبعدين حصل ايه؟ فالواحد يحس اللي قدامه ايه؟ مهتم لا مهتم ومركز وساب اللي في ايده ايه ده ايه ده؟ قولي تاني طب وحسيتي بايه؟ ده مهم قوي صدقوني مهم قوي طيب بيقول كده ليكن كلامكم دائما مصحوب بالنعمه ليكن مملحا بملح فتعرفون كيف يجب ان تجيبوا كل احد نملح بملح دي هي حته الامباثيك الملح ده يعني شويه حاجات كده بتدي طعم للكلام في شويه حاجات تدي طعم لرد الفعل تمام ممكن واحد قال تعالى 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 سيب اللي في ايدك ده تعالى نقعد لا مش لا 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 سيب بس قولي لي ايه اللي حصل تاني مش كده لا معلش انت مش لا لا مفيش حاجه تستاهل نقعد نتكلم ينفع ده مع الولاد؟ ده أساسي مع الولاد. مرة حد جرمايا بنتكلم في حاجة فبعدين بيقول لي it doesn't matter. فقلت له it matters to me. Tell me. قال لي no, it doesn't matter. No, no, no. It matters to me. It matters to me ديت تفرق مع جرمايا قوي بقى عشان تفرق. طب والزوجة عايزة it matters to you؟ آه لازم طبعا تفرق معايا. لازم اللي قدامك يحس ان انت حاسس بيقول ايه وحاسس باللي هو حاسه طيب الامباثيك بيبين ان انا بحبه وفاهمه وكيرنج واقدر ان انا ايه افهم هو بيقول ايه بالظبط في حاجه تانية بقى اللي طنط قالتها من شويه قالت الكلاريفيكيشن ان انا لو اللي قدامي قال حاجه وانا فهمت حاجه تانية ما يمنعش ومش عيب ومش غلط ان انا اقول له ايه طب بص انت قصدك ايه بالظبط او انت قصدك ايه بالظبط مثلا واحد بيقول لمراته انا عزمت فلان وفلان وفلان عندنا انا هفترض ان هي ما خدتش بالها ان هو ما قالهاش تمام طيب قصده ايه قصدك يعني عزمتهم نعمل لهم اكل ولا جايين يشربوا معانا شاي ولا طب عندك فكره كام واحد جاي الكلاريفيكيشن دي مثلا انا بقول واحد بيقول لمراته على فكره انا بتضايق قوي لما الاقيك واقف تتكلم مع حد ممكن تقول له قصدك ايه
انك انت بتشك فيا ولا انك انت بتحبني فبتغير عليا. الكلاريفيكيشن هنا يبقى ايه بقى؟ في منتهى الاهميه. تمام؟ في حاجة اسمها فاليديشن. فاليديشن دي اللي هي ايه؟ في واحنا بنتواصل مع بعض، ايه الفاليديشن ده؟ واحد مثلا جاي يقول لمراته يقول لها أنا تعبان جدا جدا جدا. هي ترد عليه تقول له ايه؟ ايه؟ سلامتك. طب لو عايزين نقولها فاليديشن تقول ايه؟ محتاج اعمل لك حاجه؟ لا دي مش فاليديشن، دي انت النهارده اشتغلت كتير فعلا، ما لازم تتعب. واحد بيقول لواحد انا مش طايق مثلا ادخل المكان ده، اقول له ايه؟ عندك حق، اي حد مر بالظروف اللي انت مريت بيها ما يقدرش يدخل المكان ده. واحد يقول لاولاده مثلا، ولا اولاده يقولوا له بابا انا مش عايز اروح المدرسه بكره. لو انا مش عارف ليه هقول له طب قول لي ايه اللي حصل. واحد مش عايز يروح الكامب بتاع الكنيسه، اقول له طب قول لي حبيبي ايه اللي حصل. واحد مش عايز يروح يلعب الكوره اللي بيلعبها كل اسبوع، لو انا عارف السبب اقول له ايه؟ من حقك تحس كده. واحده بتقول لباباها اي حاجه بقى، اختاروا لنا انتوا حاجه، قول لنا مثلا اي حاجه، اي قول يا بنتي عايزين اي مثلا. لا انا حاسه ان دي طريقه مطيباتي شويه، مش مطيباتي، ما هي الفكره كلها ايه؟ فاليديشن. انا كل الحته بتاعت التواصل انا عايز انا واللي قدامي نكونكت مع بعض، ولما نكونكت مع بعض انا بفاليديت الاول. طب وبعد الفاليديشن ابتدي بقى واحده واحده اعمل ايه؟ اشجعه، ارفعه، اغير الفكره من دماغه. يعني مثلا مش عايز يروح الحته دي ليه؟ طبعا في حاجه مش كويسه بتحصل معاه، طبعا هو مش عايز يروح علشان كده، فلازم انا يعني ابادر واصلحها. طب انا طبعا مش هتسيبي، بس مهم قوي في التواصل ان انا اعمل حته الفاليديشن دي، خصوصا لو عنده حق. ايوه يعني اللي قصدك بتقوله انه دلوقتي بريليت للسلايد بتاعت الفلتر. ايوه انه لو الاثنين استخدموا نفس الفلتر مثلا. ايوه يعني الاوبتيمم ان الاثنين يستخدموا نفس الفلتر، طبعا نفس الدكشنري ونفس كل حاجه، او يكونوا فلتر واحد مختلف مكون من الفلترين مع بعض، بس مش فيهم واحد، ده هتاخد وقت طبعا. بس انا بقصد حته الفاليديشن دي، يعني مثلا انا هديكم مثلا ايه اكتر حاجه ممكن تزعل الزوج من الزوجه او الزوجه من الزوج مثلا؟ ايه رايكم؟ الغيره مثلا، مش مقدر تعبها. ايه تاني؟ ادونا مثلا بس قلنا الغيره، ممكن يكون الكذب كمان، ممكن الكذب، بس بلاش الكذب عشان الكذب ده سكه تانية. تعال نقول الغيره مثلا، الاختلاف قدام الاولاد. الاختلاف قدام الاولاد، انا ممكن اقول لمراتي مثلا اقول لها على فكره انا اتضايقت جدا 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 ان احنا اتكلمنا بالطريقه دي قدام الاولاد امبارح. هي لو عايزه تعمل فاليديشن تعمل ايه؟ تقول لي فعلا عندك حق، ما كانش صح. وبعدين واحنا لما خلاص عندك حق ما كانش صح نعمل ايه بعد كده؟ طب ممكن المره الجايه ناخد بالنا ان انت اصلا بتدي الكلام، فممكن المره الجايه بس لما تكون عايز تكلمني في موضوع خدني على جنب كده ونكمل. فانا عملت فاليديشن ديت كاني ايه؟ فتحت لي مكان جوه ودانك. ومع الكبار. لا مع الكبار، ايه رايك؟ طبعا تبقى بروح مع العيال كده، ده مش مروح او يعني يبقى دي. هقول لك حاجه، ايه رايك مثلا اب مثلا زعل من ابنه او زعل من بنته لاي سبب، وجايه البنت متنرفزه، فانت ممكن تقولي لها ايه؟ طبعا يا حبيبتي عندك حق تتنرفزي. وبعد ما تخلصي بس الكلام نقول لها ايه؟ ما هي بتنفع مع العيال. ما انا بقول لك، وبعد ما اخلص كلام نقول لها بس ايه رايك؟ بس مش بابا من حقه كان يزعل يعني، ايه رايك ان هو جاي متضايق قوي 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 ان الولد او البنت مثلا ما عملوش حاجه كان المفروض يعملوها؟ تقول له طبعا من حقك تزعل، بس خد بالك مش كده؟ ايوه هنا بس ما انا الفكره كلها ايه؟ انا عايز اكسر لازم كمان يعني لو المشكله دي يبقى لازم الاب كمان
عنده. برافو عليك. هي برافو عليك طبعا. بس نرجع نقول ايه احنا بندور على ايه دلوقتي عشان بس ما ندخلش في نقط تفصيليه زياده. بندور على ايه؟ لو اللي قدامي جاي متضايق وبيقول على حاجه, فايه الطريقه اللي انا اكسب بيها وداله ان انا اعمل ايه بقى؟ اسمعه كويس واعمل ايه؟ احس بعدين كده أأكد كلامي. انا عايز هو كمان يفتح لي وداله. دي حاسه بيا. طب افرض انت اللي رايحه تقولي له انا النهارده مثلا قررت ان انا اسيب الشغل. ممكن قوي قوي الرد فعل يقول لك ايه؟ يقول لك من حقك انت بتتعبي فعلا وعينك وطلع عينك و و و وهما مش مقدرين وبتاع. وبعد شويه تهدي كده ويقول لك طب ما تيجي نفكر ايه اللي حصل؟ يمكن يكون في حاجه انت مش واخده بالك. لكن لو ما اول ما تقول له كده تقول له لا ازاي, وهو يقول لك لا ازاي, باظ كده. ها ايوه يعني دي بينطبق عليها الرد اللين. الجواب اللين يصرف هو كده. انت مش بتسربي غضبك انت بتسربي غضبه هو. وبتفتحي القلب يعني جوه قلبه وجوه ودانه بوابه. مثلا انا بيجي الواد يقول لي ايه رايك ابونا احنا مختلفين مع بابا وماما في كذا وكذا 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 وكذا. اول رد فعل بعمل ايه؟ بروح واخد صف الولاد في الاول. بس وانا قاعد معاهم انا كده كسبتهم. ابتدي بقى واحده واحده اروح مغيره. عارفه لو انا كمان رحت واخد صف بابا وماما كلنا خسرنا الولاد. احيانا بضطر ان انا افهم الاهالي بعد كده على فكره انا خدت صف الولاد عشان ارجعهم لكم تاني. انت فاهمه ازاي؟ ده اللي اسمه فاليديشن. تمام كده؟ حد عنده سؤال على دي عشان دي مهمه قوي. في مثل في ذهني حضرتك ذهني لما تيجي مثلا بنتي تقول لي انا ستريس جدا من المذاكره وكده وبتاع, ولا عندك حق الوقت صعب وكان طبعا بروجكت وكان. فمره ثانيه برد رد بقول ما احنا كنا زي كماريا وكنا ما بيحصلناش ستريس. هي بتزعل من الرد الثاني ده. ما الرد الثاني زعل. سيبك بقى من الكلام ده اللي انت بتقوله. ما انت في بص هنا انتوا خدتوا بالكم من الكلمه اللي قالها ايمن دي؟ خدتي بالك؟ بصي الفاليديشن هنا بتعمل ايه؟ بتكونكت البازل ده. بتكونكت البازل ده يعني ايه؟ يعني انا كده خلاص كونكتد معاها. او بيقول لها عندك حق. يعجبها قوي الرد ده. ممكن بعد ما يقول لها عندك حق يقول لها طب ايه رايك؟ ممكن نعمل ايه عشان خاطر تعملي الحاجه المهمه اللي لازم تعمليها؟ محتاجه انا اساعدك؟ محتاجه تريحي شويه؟ محتاجه تعملي؟ فهي كده كسبها. لكن اول ما يقول لها ما كلنا يا بنتي بنتعب وكلنا بنعمل. ما انت بقى ما تفهمش وانت ما اعرفش ايه. المذاكره بتعمل سهل بس يعني ولما احنا كنا بنذاكر زي ما كانش بيحصل لنا تمام. ودي مشكله. طب انا هجري بسرعه. في عندنا حاجه اسمها الاسامبشنز. لو انا باسيوم حاجه لازم اعمل كلاريفيكيشن. وفي عندنا حاجه اسمها ان الموضوع يبقى الكوميونيكيشن لازم تبقى بيرسونلايز. بيرسونلايز يعني ايه؟ يعني انا بتكلم مع جوزي مختلف عن بتكلم مع بابا, وانا بتكلم مع جوزي مختلف ان انا بكلم ولادي. لا جوزي ده جوزي, ولادي دول ولادي, مراتي دي مراتي. لا جوزي هو مديري في الشغل, ولا ابونا هو جوزي في الكنيسه, ولا كل واحد وله ايه بقى؟ له تايتل وله ظروف. بابا وماما هم بابا وماما مش الخدامين بتوعنا, واولادنا هم اولادنا ما هماش اكبر مننا. لا وبرضه الولاد لازم يعرفوا ان انا لما بتكلم مع بابا وماما خصوصا قدام الناس. طبعا. لان ساعات يجي ولد تلاقيه بيتكلم بطريقه والاب والام يعني يتحرجوا, فتلاقيهم راحوا ضاحكين عاملين. لا قول له اتكلم كويس. طبعا. فهمه على جنب. حاجه تاني احنا قلنا المسج. هي المسج نفسها ممكن تكون حاط في طوب برضه. فأهم حاجة إن المسج بيني وبين ولادي, بيني وبين مراتي, بيني وبين جوزي تبقى فوكس مسج. في النهاية في النهاية عايز أقول لها وعايز أقول لولادي إن هم أحلى حاجة في الدنيا بالطريقة اللي هي تخليهم أحلى حاجة في الدنيا. كل الكلام ده اللي أنتم شايفينه أميزنج وإمبورتنت ومش عارف إيه. وهنا حتى الآية بتقول اللسان السليم ينعش كشجرة حياة وعوجاجه يؤدي إلى اقتصاد الروح. الكلام اللي بقوله لازم يكون كلام ترو, ما يبقاش كلام كذب. بص سفر الامثال بيتكلم كتير قوي ازاي ان الواحد احيانا ممكن اقول قدامي كلام كذب
والكلام الكذب ده يوصل ان الكوميونيكيشن بتاعتنا كلها ايه باظت. لو واحد اتعرف ان هو بيكذب كل كلمه هيقولها بعد كده حتى لو حق هتبقى كذب. برضو الكلام لازم يكون ريسبكتفول. انا ممكن اقول اللي قدامي حاجه بس بطريقه محترمه، يعني مش لازم وانا بقول اللي قدامي حاجه اغلط فيه وانسى ان انا غلطت الكوميونيكيشن كده ايه بتبوظ. هو راح اشترى حاجه رجع البيت ما كناش محتاجينها، طب كتر خيرك بس بعد كده المره الجايه بقى اسال قبل ما تشتري لحسن ما تكونش واخد بالك. دي طريقه. وطريقه ثانيه، هو انت ما بتفهمش ايه اللي ما اعرفش ايه ده؟ دي طريقه ثانيه. يا ترى مين فيهم اللي تعمل كوميونيكيشن؟ مش كده؟ قلنا البرسونايز. التوقيت طبعا بيقول كده، تفاح من ذهب في ماسور من فضه، الكلمه لما تتقال في وقتها. الكلام لازم يبقى كيرفول وكايند. الكلام لازم يكون كلام مشجع طول الوقت. والكلام لازم يكون ينفع يكون كلام ربنا حتى لو مش ايات من الانجيل، بس لازم الكلام ينفع في الاخر يكون كلام ايه؟ كلام ربنا. نعرف الموضوع تقيل وفي حتت كتيره متكرره، بس معلش كان مهم قوي ان احنا نتكلم فيه. التواصل ده هو اللي بيخلي الناس في الاخر يحصل لها ايه؟ تبقى حاجه واحده، تتصل اي حاجه. كلام التشجيع مهم طبعا، مهم زي ده وخصوصا للولاد. هنا حتى بيقول لك شجعوا بعضكم بعض، ادموا بعض وشجعوا اولادكم. طبعا طبعا في من الحاجات الخطيره ان الكلام خصوصا لو انا متنرفز ما يبقاش كلام حاجه بيسموها سبونتينيوس. سبونتينيوس ده يعني ايه؟ يعني رد فعل بدون ايه؟ بدون تفكير. عشان كده من ضمن الايات اللي انا بعشقها في الكتاب المقدس برضه بس ما قلتلكوش عليها قبل كده، تقول كده: ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لايه؟ لشفتي. قوي بقى، قاعد افكر نفسي بالايه دي. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم بكره ان شاء الله.